العصير هو واحد المشروب صحي اللي تعطينا طاقة، لأنه تحتوي على سكريات سريعة وفيتامينات، فيه أيضا الماء والأملاح المعدنية. غير خاصنا نفرق بين العصير الصحي وبين العصير الصناعي المعلب اللي تيكون فيه واحد الكمية كبيرة من السكر المضاف، وبالتالي ما عندوش قيمة غذائية كبيرة. باش نحضروا عصير صحي خاصنا نراعيوا لبعض النقاط. النقطة الأولى، نختاروا فواكه موسمية ماشي من المجمد ولا تكون معلبة. ممكن أيضا نمزجوا بين الخضر والفواكه، بحال مثلا الجزر، الخيار أو البربة. النقطة الثانية، العصير ما خصناش نضيفوا فيه السكر، لأن السكريات لأن الفواكه عفوا فيها ديجا السكريات ديالها. النقطة الثالثة، خاصنا نتناولوا العصير مباشرة بعد التحضير ديالو باش ما يفقدش الفيتامينات، وما خصوش يكون في درجة حرارة باردة جدا. وما خصناش ننساو بأن العصير ما تعودش لنا الفاكهة، لأن الفاكهة غنية بالألياف والعصير تيفقد هاد الألياف.